في الوطن هاي الرقاب بالخيام معتصمين، في الولد وفي الوطن هاي الرقاب بالخيام معتصمين، الوعي قائد الرصيد بالخيام معتصمين. هذا هو أسرار الشعب العراقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. حلقة اليوم مستمرة عن ثورة تشرين. بداية أي شخص يحب يتصل بينا أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة، يقدر يتصل على أي رقم بيهن. أيضا عندنا رقم مخصص إلى برنامج الواتساب، أي شخص ما يقدر يتصل على أرقام الاتصال. أتمنى أن يبعث لنا رسالة، وأتمنى أن تكون الرسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر من نقراها نعرف فيها من وين جتنا. مثل ما شفتوا في الفيديو، ما نرد حالفين بالخيم معتصمين، كان هذا الشعار الأبرز في الهتافات اللي هتفوها المتظاهرين. أكو رفض لكافة المرشحين، أكو إصرار على البقاء في سوح التظاهر حتى تحقيق مطالب الثورة. مطالب الثورة هو إسقاط النظام، أو هي إسقاط النظام وإسقاط الأحزاب الفاسدة، إنهاء الفساد، إنهاء كل ما شاف الشعب العراقي بعد عام 2003، بعد الاحتلال الأمريكي الغاشم للعراق واتيانه بهؤلاء لحكم العراق وسرقتهم لأموال وقوت الشعب العراقي. اليوم الأحزاب السياسية تحاول ترشح شخص أن يكون هو رئيس وزراء العراق، لكن المتظاهرين مصرين على رفض كل الأسماء.
وصفوا ساحة التحرير بمحرقة كل الأسماء اللي تترشح أو اللي تتسرب لهم، وفعليا كانت هي محرقة لكل الأسماء. كل الساحات تهتف ضد قصي السهيل أو فائق الشيخ علي أو أي شخصية تحاول الأحزاب ترشحها لأن يكون رئيس وزراء الفترة المقبلة. المتظاهرين متواصلين في سوح التظاهر مطالبين بإسقاط النظام على الرغم من القمع الحكومي والميليشياوي المتصاعد. واللجنة المنظمة لثورة تشرين دعت الطلاب وجميع طلبة العراق إلى الاستمرار في الإضراب العام دعما لثورة تشرين المطالبة بإسقاط النظام. طلاب محافظة المثنى أكدوا استمرارهم بالإضراب العام، وطلاب محافظة البصرة أيضا أكدوا استمرارهم بالإضراب العام، ومحافظة واسط أكد المعتصمين الموجودين بها استمرارهم بالإضراب العام عن الدوام والخروج إلى ساحة التظاهر في مدينة الكوت. أول اتصال ويانا اليوم أبو فيصل من المملكة العربية السعودية، حياك الله يا أبو فيصل. أبقاك الله سيد أبو، كيف حالك؟ هلا بيك، تحية لك ومساء الخير. مساء الأنوار، تفضل أخوي. تحية لك وتحية للشعب العراقي السائر، تحية الكادر الغنائي، تحية المشاهدين. حياك وبياك. والرحمة على شهداء العراق. وبعدين لا خوف على العراق ما دام هذا الشعب حي، الشعب شعب شريف وأصيل ويرفض كله، ونأيد مطرب الشعب الثوري من الساحات كلها، مطربهم الرافض لزمرته الزمرة المجرمة، ونطالب بمطرب الشعب واضح يفهم كل شيء، هو حل الرئاسات الثلاث. لا. أول شيء هذا مطرب الشعب لا غير، لا خيار للشعب ولا كرامة للعراق إلا بزوال هذا النظام المجرم. نعم. وثاني شيء بالنسبة للمرجعية والعسكريين، المرجعية شريكة بالجريمة بالعراق، ما فيها شك في ذلك، والعسكريين هذه بيتحاكمون كل القادة العسكرية والأمنيين على خيانتهم للوطن والشعب والتحرية. نعم. وعائلة العراق وشعب العراق. نعم، شكرا 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 لك أبو فيصل. بقوا مثل ما قلنا متظاهرين مستمرين بالتظاهر. اللجنة المنظمة مثل ما قلنا في بداية الحلقة دعت الطلاب إلى الاستمرار بالإضراب العام لدعم الثورة، ساعين لاسترجاع الوطن من الفاسدين والمجرمين، وطالبت بأن يكون باكر يوم الأحد الموافق 22 كانون أول الحالي هو يوم عام للإضراب العام في جميع الجامعات والمعاهد والمدارس في كافة المحافظات العراقية، تأكيدا على استمرار الثورة المطالبة بإسقاط النظام. وأضافت اللجنة اللي خاطبت الطلبة بالبيان: يا ثوار القمصان البيضاء، إن استمراركم في الإضراب جعل الفاسدين يترنحون وهم آيلون للسقوط أمام هذه الثورة. وجددت اللجنة تأكيدها بالتمسك بالمطالب اللي هي إسقاط النظام وإسقاط المحاصصة الحزبية والطائفية وعدم القبول بإجراء انتخابات مبكرة في ظل استمرار وجود الأحزاب بالحكم، والتي كما أشارت في بيانها أنها ستلجأ إلى التزوير وسرقة كلمة الشعب مرة أخرى. مصطفى السيد من مصر، حياك الله. أيوة، السلام عليكم أستاذ أفضل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نحييك أولا ونحيي قناة الشعوب الحرة، قناة جميع العرب وجميع البشر وكل إنسان عنده شرف. حياك الله أخويا. رابطنا وعن أوطاننا وعن استقلالنا من دنس المستعمر الأمريكي وعصاباته اللي صنعها في وطننا العربي مع الأسف الشديد. نعم. أما سيدي بالنسبة لما يسمى الأحزاب والعصابة، والله العظيم عالم بتضحك على أنفسها، والله بيضحكوا على انفسهم هم كده كده فاضيين، ما لهمش وقت بدايه وقت الشعوب في كلام فارغ. لا انتوا قاده ولا هتعرفوا تديروا وطن اصلا، ولا حد قابلكم ولا حد معترف بيكم اصلا، لو لديكم كرامه، لو انتوا ما عندكمش كرامه ولا شرف اصلا، بس بنقولوا لو خايفين حتى على انفسكم، فتخلوا عن الجريمه وسلموا انفسكم للشعب، لان لا مفر لا مفر لا مفر، انتوا غير معترف بيكم في العالم كله، هي دي الحقيقه. انتوا عصابات صنعكم المستعمر الامريكي لقتل الشعوب ولتدميرها ولزرع الفتن ولتهديد المذاهب، احنا طول عمرنا وطن واحد وشعب واحد، قسما بالله ما خرب الدنيا غيركم يا خونه، يا خونه اللي ما عندكمش شرف، يا قتله الابرياء، يا مجرمين، والله يا مجرمين، والله والله
هتنتصر الثورة وهينتصر شعبنا العراقي وهتنتصر أمتنا، وإحنا الحمد لله نضاف، ما عندناش لا عنصرية ولا طائفية ولا نؤمن ولا نقتنع بها يوما، وهنرجع وطن شريف وهنزرع أراضينا وهنزرع وهنكبر مصانعنا وهنملك استقلالنا وهتستقل أوطاننا وهتعود جيوشنا الوطنية تدافع عن الأرض والعرض والوطن وسيادتنا وكرامتنا يا خونة يا أعداء الإنسانية. ومطاردتكم النهاردة والله 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 واجب إنساني، واجب إنساني، وندعو كل إنسان عنده شرف يطارد هؤلاء القتلة، نطردوهم من أوطاننا وتحكمنا ناس عندها شرف. وعاش العراق وشعب العراق، عاش العراق لشعب العراق للأمة وللإنسانية، وأنا أشكر سيادتك. شكرا شكرا لك أخ مصطفى. إش قد حاولت الأحزاب والكتل السياسية وما الروج لهم أنه تقلل من قيمة التظاهرات وأعداد المتظاهرين، لكن الصور اللي ترد القناة يوما بعد يوم تثبت أن المتظاهرين متماسكين موجودين في سوح التظاهر. خلونا نشوف ساحة التحرير قبل قليل شلون كانت. هذا حال ساحة التحرير قبل قليل، وكانت الشعارات والهتافات اللي دا يرفعوها المتظاهرين منددة بقاسم سليماني وتدخله، عفوا قاسم سليماني وتدخله بالعراق السافر ووجوده بين الكتل السياسية ووضع الشخصيات بالمناصب اللي على مزاجه، انه فلان يكون رئيس وزراء، فلان يكون وزير فلان شيء، فلان يكون وزير حقيبه فلانيه، فلان يكون بالبرلمان، فلان يكون رئيس برلمان. هذا الشعب العراقي اللي ما يريده، الشعب العراقي يريد شخص وطني عراقي ما يمتلك جنسيه اخرى، يحب البلد، يخاف على البلد، يريد يبني البلد، شخص ما عنده ولاء الى بلد اخر، ما عنده انتماء الى اي اجنده خارجيه، ما عنده حب لدولة أخرى على حساب أبناء جلدته وأبناء بلده، وما عنده فساد بحيث يطي خيرات البلد إلى غير بلد. رياض من أمريكا حياك الله. أهلا بك، السلام عليكم أخ عادل، شلون الصحة؟ تفضل أخوي. شلون الصحة؟ تحياتي لك وللطاقم وكل المشاهدين والمستمعين لبرنامجكم العظيم القيم. حياك الله. وتحياتي للاخوان الدكتور رافع الفلاحي والدكتور فالح الخطاب والدكتور حسين السبعاوي. نعم. حفظهم الله لنا وللشعب العراقي. اخي آفل، كنا مجتمعين البارحه بالنورث كارولاينا ويا رئيس الحكومه روي كوبر على مساله العراق، وقال لنا، هذا طبعا اسرار، قال لنا لاننا عراقيون، قال ان شمال حلف الاطلسي وجه رساله انذار الى ايران، قال فيها: إذا أرسلت جيوشكم ودباباتكم إلى العراق فإن حلف الناتو، يعني حلف شمال الأطلسي، سوف يضرب طهران ضربة قاسية. فحتى روسيا حذرت إيران بعدم التدخل. هي تتدخل ميليشياتها بالعراق. نعم. وقال بالحلف الواحد رئيس الحكومة نور سلطان: إذا المظاهرين أخذوا السلاح وهاجموا المنطقة الخضراء، كل رؤساء الأحزاب راح يهربون، فيبقى الميليشيات الصغيرة كلها تسلم الأسلحة ويهربون. إذا إيرانيين يهربون إيران وإذا عراقيين يهربون يوتر. فإن شاء الله المظاهرة ناجحة 100% أخطاء قابل. فهذا البارحة يعني حكينا ويا رئيس الحكومة في نورث كارولاينا وقال لنا هالقضية هاي. نعم. يعني فرنسا لا تقولها الأمريكا أنت السبب هالمشكلة مال العراق، أنت هالسويتي هالمشكلة ولازم تسوين يعني فتح حل. فبريطانيا انحيادية، فهسه اجتمعوا وزير الدفاع الأمريكي ذاك الأسبوع راح لسويسرا واجتمع بيهم، ففرنسا قررت يعني قرروا بأنه يضربون إيران إذا يشوفون أي دبابة أي جندي إيراني يدخل العراق. فهاي يعني اللي صارت اليوم الجمعة أخ عاصي. نعم. وده ننتظر إن شاء الله يعني من شوف إن شاء الله أشياء جديدة. فشنو رأيك يعني أخ فائل؟ رأيي بشنو؟ يعني شنو رأيك بهالقصة هاي؟ والله يا أخ رياض، كل شيء يصير بالعراق وكل شيء تتوقع من
الحكومة وتتوقع من الكتل السياسية، لكن أنا أريد أعرف أنت رأيك بصمود الشعب، صمود المتظاهرين، صمود الثوار. يعني قلبنا وحبنا وضمائرنا كلهم ويا الشعب العراقي ويا المظاهرين. يعني كل الجالية العراقية الموجودة في أمريكا كنا متحدين ويا الشعب العراقي والله العظيم. وعلى طول عندنا اجتماعات ويا الحكومة الأمريكية ويا كل هالأشياء تغطية، وقلبنا يعني وياهم ودنستمر. طيب. يعني دنسوي ضغط على الحكومة الأمريكية بأنه تتدخل بهالشيء هذا. شوف شلون. فإن شاء الله يعني يصير أشياء جديدة إن شاء الله بحول الله تعالى، وذول الأحزاب الفاسدة كلهم يهربون يطلعون من العراق. يعني كلهم مزيدهم هربانين، مغتزل صدر هارب في إيران، زوجات المالكي وعياد علاوي وذول الجعفر كلهم خارج العراق هربانين ويا أولادهم وعوائلهم. نعم. شوف شلون، فكل واحد في ذا الجنطة مالته وده يهرب على أي دقيقة. فيبقون ذول الميليشيات العصابات ذول الصغيرة ذول هي ذول. نعم. ما محسوبين، ما راح يقاومون ويا 36 مليون عراقي. نعم. يعني عددهم محدود. من يصير شيء بالمنطقة الخضراء الله وكيلك يذبون السحاب وكل واحد يهرب. هذا يروح لإيران وهذا يروح للعراق وكأنه ما خارج. وإن شاء الله المظاهرين يسيطرون على كل شيء إن شاء الله يا رب. نعم. شكرا 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 لك اخ رياض. ام ازهار من عاصمه بغداد، حياك الله يا ام ازهار. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حييك وحي هاي القناه العظيمه وعامليها. حياك. اما بالنسبه انا بالنسبه لو اكو حكومه ما نسميها حكومه، لان من 2003 الى هذا اليوم عمرنا ما اجت لنا حكومه حبت هذا الشعب او انجزت او عملت. هذول عصابات اجوا الخاذلين من ويا بالدبابات الامريكيه الاسرائيليه اجوا الى العراق. فانا اقول يعني هو حكومه قويه ما تخلي سليمان يروح يجي بصره بغداد رايح جاي بغداد، وهو اللي يمر هو اللي ينهي هذا، خلوا ذاك تجيبه. ولو عندها انا اقول هذول المتبقين السياسيين يعدهم ذره من الاحساس، شويه ذره من الاحساس، هسه كل واحد يترك كرسيه ويطلع، لانه هم الدنيا كلها كرهتهم، العالم كلها تذمرت منهم، الناس كلها تسبهم، والشعب هذا الله يقويهم المتظاهرين ويعطيهم القوه والاتحاد اكثر واكثر، وينطيهم القوه والتلاحم اكثر واكثر. ونتمنى ان يكون تلاحم اهل الشمال واهل الغربيه وياهم اكثر واكثر، حتى نقدر نقول ثوره عامه بالعراق كلها، ما منقسمه. يعني الغربيه ما اذا اريد نقول الغربيه ما طلعت ننطيهم الحق يقولون عليهم دواعش، اما الشمال ليش ما يطلع؟ ليش ما يساهم الشمال؟ شنو هو؟ مو دولة؟ هو مو عراق؟ هو مو ساهم بقتل صدام؟ هو مو ساهم بدخول الأمريكان إلى العراق؟ هو مو ساهم وياهم؟ ليش هسه ما يساهم؟ علامة استفهام. أنا أقول لك إنه هو الرئيس الكردستان هو عنده ثلاث جناسي، مرة ويا أمريكا، مرة ويا إيران، مرة ويا إسرائيل، ولهذا هو ماكو روح الوطنية، ما موجودة روح الوطنية عندهم، ويعدهم الروح الوطنية كان ساهموا ويا هالشباب الحلوة وساهموهم، كان صار سوى عارمة من الشمال للجنوب. وإن شاء الله بدونهم أو ما بدونهم إحنا منتصرين إن شاء الله. هاي الشباب تكفي روحهم الحلوة اللي دا تروح مثل الورد دا يروحون، وما همهم دا تزيد الهمة ودا تزيد القوة. أم أزهار، يعني أم أزهار اليوم المتظاهرين دا يطالبون بإسقاط العملية السياسية، لكن الكتل السياسية دا تحاول ترشح شخصيات من يمها. اكو اكثر من 40 مرشح سمعنا من البرلمان مقدم اوراقه الى برهم صالح، وايضا اكو اسماء رشحت من ضمنها مثلا قصي السهيل او فائق الشيخ علي. يعني الكتل عفوا المتظاهرين رفضوا كل هاي الترشيحات، انت شو تعلقين على هذا الموضوع؟ بس انا بدي اسال سؤال، قصي السهيل من هو؟
رئيس هو هذا وزير التعليم العالي اللي ذيك اليوم كانوا يستوجبوه بال 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 هذا عندهم. نعم. وعنده فاسد كلهم او هذا الشيخ او ما شو يسموهم هذول الاسماء كلهم هذول علامه استفهام عليهم وكلهم حراميه وكلهم عندهم خشوا بالمناصب وكلهم باظوا وكل الموجودين من 2003 الى هسه من رئيس الجمهوريه الى فلاحهم الى فراشهم اللي هو انا ما اقصد الفلاليح اللي الشرفاء مالتنا، الفلاليح الموجوده عندهم بالخضراء هم ساقطين هم حراميه وكلهم مندسين وان شاء الله ان شاء الله باذن الله احنا المنتصرين عليهم. طيب. وهم مثل ما قال قدامي الشخص اللي قدامي جاي اعطيهم حضريها اصلا اهلهم كلهم طلعيهم امهم احنا بس ما نريدهم يروحون نريدهم نخليهم ساحه التحرير ونحاكمهم ونطلع منهم الفلس من عيونهم ياخذوا فلس مال دم الشهداء. طيب. ودم هذا البلد. طيب. وانا اشكرك. شكرا 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 لك ام ازهار. الطلبة بالعراق خصوصا طلبة جامعة بغداد مثلا أو كافة جامعات بغداد أكدوا إصرارهم على البقاء بساحات التظاهر. أيضا شدد الطلبة على أنه أكو لهم مسيرة راح تكون بنفق ساحة التحرير وسط بغداد وهم ماضين بحراكهم الطلاب المساند للثورة حتى تحقيق كافة مطالب الثورة. المعتصمون بمحافظة القادسية أعلنوا إضراب عام بجميع دوائر ومدارس وجامعات محافظة القادسية، هذا كله يأتي بالتزامن مع استمرار الإضراب العام عن الدوام ودعوات اللجنة المنظمة للتظاهرات في ثورة تشرين إلى عصيان مدني يكون موعده باكر الأحد. المتظاهرين مثل ما شفنا بالفيديو اللي انبث بعد بداية الحلقة أنه ما زالوا يتوافدون وأعدادهم تزيد في ساحة التحرير، والمتظاهرين شددوا على رفضهم كافة الأسماء وكافة المرشحين تقدم الطبقة السياسية لتولي منصب رئاسة الوزراء، وأكدوا أنه عندهم يعني مطلب وهو مشروع لأنه الشعب هو أساس الدستور، خصوصا أنه يطلبون تغيير النظام السياسي بالعراق بالكامل وتغيير الفساد، إلغاء المحاصصة، إلغاء كافة ما شهدناه في العراق من عام 2003 حتى اليوم. راح أقرأ بعض من رسائل الواتساب. عندي رسالة من أبو أياد التميمي من دولة الأحواز، حياك الله أبو أياد، السلام عليكم. أنا من دولة الأحواز العربية المحتلة، ندائي إلى أسود الرافدين الأبطال الصامدين بساحات التحرير ببغداد والناصرية والبصرة والنجف وكربلاء وجميع المحافظات العراقية، إخواني الأبطال أصمدوا فوالله أن النصر قريب بإذن الله تعالى، إخواني الأشاوس لا تتراجعون فإن سقوط دولة إيران المجوسية مرهون ببطولاتكم وتحرير الأحواز مرهون بمقاومة الأحوازيين وصمودكم، وصبروا صابروا إن النصر قريب بإذن الله تعالى. حياك الله أخ أبو أياد من الأحواز العربية المحتلة. تحية طيبة لقناتي المفضلة، مشتاقي لك، كن على يقين أن هناك شيء ينتظركم بعد الصبر ليبهركم وينسيك مرارة الألم، ذاك وعد ربي وبشر الصابرين، اللهم انصر الثوار الأبطال. تحياتي أنا أخوكم جري عبيدان أبو حيدر من ديقار قضاء الفهود. تحية طيبة لقناة الرافدين قاهرة فاسدين. سينهض من صميم اليأس جيل مريد البأس جبار عنيد يقايض ما يكون بما يرجى ويعطف ما يراد لما يريد، اللهم انصرنا على القوم الظالمين. تحياتي أخوكم الثائر الرزاق شنعم زيد من ديقار المشلبية. مرحبا شلونكم عيني، أحيي قناتكم الكريمة، أنا فاطمة من الناصرية، احنا أهل الناصرية ما نتراجع لحد ما نموت، كلنا لو مغتيالات لو تصير ذبح بالشوارع هم ما حد يرجع، ترى ما يخوفونا ولا نخاف، هم عبالهم يخوفونا بالقتل لو بأي شيء، هم ما نطلع وهمنا نطلع ونتظاهر وصامدين لو احنا لو هم، وإن شاء الله هم ونطلعهم هم وذيولتهم. مساء الخيرات بقناة الرافدين العظيمة، هذا صحيح يدار من المرجعية لو لعب من مقداد من مقتدى الصدر وقاسم سليماني، انتوا حلوا عن المتظاهرين، انتوا حلوا عن المتظاهرين، هم يختارون بكيفهم، انطوا شهداءنا، انطوا شهداء نايمين بهذا التراب، هم لهم الحق. اشكر كل كادر قناة الرافدين. فاتن من المانيا،
إذاعة الرافدين المحترمة أم فاضل من محافظة بابل من ناحية القاسم قضاء الهاشمية شقول على الحكومة إن شاء الله تنضجرون ما تنشافون الله لا يوفقكم وعسى بعمركم الله لا ينطيكم آني أم فاضل حياك الله السلام عليكم ازرع ثورة تحصد وطن تحية إلى إخواني وأخواتي الثوار أقول لهم النصر قريب اصمدوا عاش العراق عاشت الثورة نوار من هولندا السلام عليكم إخواني انتفاضة تشرين تمثل عهد جديد بتاريخ العراق استمروا يا فخر العراقيين وتاج رؤوسنا بالثورة والله لن تذهب دماء الشهداء السدى والمجد والخلود والنصر لمبادئ الثوار والله يحميكم عاش العراق حرا أبيا أخذكم ندى من الدنمارك أتمنى تقرون رسالتي واسمي بالكامل تدلل عفوا تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق نورت أستاذ اليوم عاد مقتدى الفاسد إلى الواجهة بتغريدة يحث فيها تحالف إيران بحقن الدم العراقي كفاك ضحكا على الذقون أنت شريكا معهم في كل نازلة ربما هذه التغريدة يريد إعادة شعبيته وكسب قلوب الناس لكن والله الأحرار لن تنطلي عليهم هذه الخدعة تحياتي أنا أخوكم الثائر خميس عبد السادة أبو نعيم من ذي قار المشلبية أم عذراء من الموصل أم عذراء وياك استاذ حياك الله أختي تفضلي هيا ودوم السلام عليكم هلا بيك يما تفضلي استاذ ممكن أخدمك كلام تفضلي استاذ احنا أول شيء نعزي هالبغداد كلهم كافة نعم أول شيء احنا ما نطالب يعني منهم انه نريد فلوس أو نريد شيء احنا نريد بس الأمان نعم يعني أول شيء هم حاليا ملتهين بتضييق الشوارع إحنا ما يطلب الشوارع وما رد منهم فلوس إحنا نريد بس حكومة واضحة لهاي الشعب العراقي يعني شوف أهل بغداد راحت منهم ضحايا كثير في سبيل إنه الأمان في سبيل إنه كل شيء يوفروا لهم هاي الحالة إذا هاي الحالة ما موفر لهم شيء لأن حقهم يطلعوا المظاهرات يعني هسه تعشف عن موصل صارت مزايدة بالبشر يعني هسه إذا تروح تواجه ابنك للسجن يقول لك تنطينا ورقتين تجيب له ورقتين يقول لك روح اسبوع الجاي ارجع تروح اسبوع الجاي يقول لك ماكو مواجهه لو وقت خلاص لو جاي متاخر لو يعني انت وحظك لو تحصل مواجهه لو ما تحصل مواجهه زين انت من ماخذ هذا البشر من بيت اهله ما راح تفكر بعدين من راح يعيش اطفاله من راح يعيش اهله لو بس يعرفون ياخذون يطلعون الرواتب والله من ظهر العراقيين يعني هسه هذا عادل عبد المهدي اللي ماخذ راتبه من عندنا احنا العراقيين من عيز هاي العالم تجيب ورقتين ثلاثة ماشيين ننطي ورقتين ثلاثة بسبب يطلع الراتب مالته. يعني هاي ما بس أنا أحكي بهذا الموضوع هاي صورة واضحة يعني مبينة هيك إياها يعني أيضا يضيعون تعب العراقيين بسبب يطلعون رواتبهم من جبنا إحنا ما عندنا شيء نخسره بس هم راح يخسرون إن شاء الله بإذن الله. أجل أحسن أنا امرأة منين أنا راح أجيب وأطلع أخويا المسجون. أو طلع عمي المسجون ليش ما حيداعي بهذا الشيء لو بس ملتهي قاعد ورا الكرسي وياخذ فلوس من العالم قال لي والله قال لي ما يصير قليل بيت والله ثاني لو يطلع بغداد ما ارجع اذا ما اخذ حقي وحق عائلتي وحق اهلي كلهم بس ان شاء الله هالبغداد ما يخسرون ان شاء الله كفتهم ما يخسرون وان شاء الله دم هاي الشهداء ما تروح بلاش احنا نريد حقنا منه شكرا لك استاذ شكرا 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 لك ام عذراء مثل ما قلنا انه المتظاهرين بساحه التحرير اللي يصرخون اراده واراده الشعب الحر والطالب باسترجاع وطن فقد هويته منذ اكثر من 16 عام هذا البلد ابتلى وبلا رب العالمين بمجموعه من الفاسدين سرقوا البلد سرقوا ملياراته سرقوا فلوسه سرقوا خيراته سرقوا كل شيء موجود على الأرض وتحت الأرض وفوق الأرض سرقوا فلوسها وسرقوا ترابه وسرقوا ولده وسرقوا شبابه وسرقوا الوظائف من الخريجين وسرقوا الحقوق من الناس وسرقوا كل شيء حتى الثروة الصناعية مالتنا انتهت الصناعة بالعراق ما بقت صناعة الجلود انقضى عليها الثروة الحيوانية انقضى عليها ثروة سمكية تذكرون الابتلاء اللي صار بالثروة السمكية الحرائق اللي صارت بحقول الحنطة والشعير تذكروها كل خيرات البلد ما بقى للبلد بها شيء
واللي يفتر في أسواق بغداد يجد قبل فترة أنه جميع المنتجات اللي موجودة هي منتجات مستوردة من الخارج وأغلبها مستوردة من إيران. اكتشف الشعب العراقي أنه هو نفط دينباق ويروح يشتري نفط من إيران، وكهرباء ما عنده ويروح يستورد كهرباء من إيران، وعنده غاز جوا القاع هو ما عنده ويستورد غاز من إيران، وعنده نخيل وعنده تمر ويروح يستورد تمر إيراني. هذا اللي خلى الشعب العراقي ينتفض لأجل أن يكون هذا البلد إلى كلمته وإلى سيادته وإلى حريته. برنامج صوتكم متواصل مشاهدينا الكرام، بس بفاصل قصير. نداء من ساحة الشهداء في الديوانية، نداء نكرر نداء من ساحة الشهداء في الديوانية، من ساحة الاعتصام في الديوانية، نوجه هذا النداء للجميع وأيضا إلى جميع سوح الاعتصام في العراق وأيضا إلى أخوتنا المعتصمين في ساحة التحرير وكل الساحات. وهذا نداء مهم جدا، اليوم المعتصمين والشعب يرفض ترشيح أي شخصية شغلت منصب سياسي سواء في الرئاسات الثلاث أو منصب برلماني أو في الوزارات، نرفض. والشعب والشعب المعتصم مثال اليوم يرفض رفض قاطع ترشيح أي شخصية سياسية تولت مناصب سيادية أو وزارية أو برلمانية. اليوم كفى تدوير للوجوه، اليوم الشعب يرفض وأيضا يرفض ما اتفق عليه تحالف البناء من ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء. الشعب يرفض ما اتفق عليه تحالف البناء من ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء، وعليه الشعب يحذر الحكومة من هكذا خطوات تستفز الشعب. وأيضا اليوم يوم غد يكون يوم حاسم، وعليه الشعب يطالب برئيس حكومة مستقل لم يشغل منصب سياسي ولا وزاري ولا نيابي ولا أي منصب آخر، ومن يستفز الشعب يتحمل مسؤولية الاستفزاز. نكرر، من يستفز الشعب المعتصم، من يستفز الثارين يتحمل مسؤولية الاستفزاز. كفى للوجوه المدورة، كفى للأسماء المدورة، نحتاج اليوم اسم جديد قادر على محاسبة قتلة المتظاهرين، على تقديم الفاسدين للعدالة، على تشكيل حكومة قوية قادرة على إعادة بناء هيبة الحكومة العراق وهيبة الدولة. وعليه نرفض ونكرر الرفض القاطع لترشيح أي شخصية سياسية ومرشح تحالف البناء قصي السهيل. بيان من ساحة الشهداء بالديوانية 21/12/2019. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد ببرنامج صوتكم. مثل ما سمعتوا بالفيديو كان هذا في قضاء الرميثة، مثل ما سمعتوا أو في مدينة الرميثة عفوا. يقول احنا نريد اسم جديد، احنا ما نقبل بأي اسم من قبل الكتل السياسية، احنا نريد اسم جديد قادر على 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 بعض البنود اللي وضعها وقادر على بعض الأشياء اللي وضعها. يقول أولا أن يكون قوي، ثانيا قادر على محاكمة الفاسدين، ثالثا قادرا على إعادة أموال الشعب العراقي، رابعا إعادة هيبة الدولة، بناء العراق. يعني يردون شخص يرجع للعراق اسمه، يرجع له هيبته، يرجع له هويته، أن يكون بعيدا عن الإملاءات الخارجية. عندنا اتصال من الناصرية. أنور حياك الله يا أنور. السلام عليكم أخي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لك ولقناتك قناة الشعب. حياك الله أخوي. أنا أتشرف أن أشاهد على هاي قناتك الكريمة التي توصل صورة صحيحة للناس المظاهرات. واجبنا أخ أنور، واجبنا. أنا أشوفكم ألف شكر، وأنا متكلم وياك طالب ساحة طلاب الناصرية. نعم. بالنسبة لنا إحنا هاجمين هجمة إعلامية على مدرد يحلون الاضراب مالتنا، اذا انحل الاضراب يعني تفشل ثورتنا، احنا دمنا وين يروح؟
يعني من قناتك ومن منبر قناتك هاي الشريفة أريد أوصل كلام يعني جميع الطلاب ده يسمعوك تفضل. وقوف الدوام أخواننا استشهدوا من أجلنا، أخواننا يعني طاح دمهم دم بارد من ناس يعني ما عندها إنسانية، ناس يعني ما تهتم شنو يعني معنى العراق والعراقيين. أنا من قناتك وما أني طالب أن أعثر اللي ما راح أداوم وحتى لو تروح علي سنة وراح أظل أبقى وأطالب حقه مع أخواني، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الكريم ترجع لنا حقوقنا وننتصر على هاي الطبقة الفاسدة ونزيلها ونحاسبهم. وإحنا والناصرية قضيتنا غير شكل يعني. نعم نعم خلونا إن شاء الله ما احنا محاسبتهم ان شاء الله بساحة الحبوب القتلى ولدنا ان شاء الله ما يروح دمنا ما ابد ان شاء الله ما يروح. نعم نعم شكرا شكرا لك اخ انور. اخ انور يعني سال سؤال للناس يقول اذا حلوا تظاهرات دمنا وين يروح؟ وجه رساله يقول اوجه الى ترك الدوام لانه لازم نغير ولازم يكون هناك اكو تغيير لان الشهداء ضحوا بحياتهم من اجلنا. وصل صوتك اخ انور ان شاء الله. عندي اتصال من بغداد. ام عبد الله حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لحضرتك والى قناتكم الشريفه وكل العراق الشريف. حياك الله ام عبد الله تفضلي. استاذ احنا كعراقيين مع احترامي لكل عراقي شريف اللي يحب الوطن ويسعى الى تحقيق اهداف العراقيين ويخلصنا من هذا البؤس والشقاء والمأساة اللي يعيشها العراقي اليوم. استاذ اذا احنا هسه يعني كليتنا يعني الاكثريه العراقيين هم شغلين بالهم بمنصب رئيس الوزراء. يعني سالتهم منصب وزير رئيس الوزراء اذا هي الحكومه باقيه والاحزاب باقيه والحشد باقي والعناصر الغير الشريفه باقيه، زين هذا من يجي رئيس الوزراء يقوم يفر باسه شلون راح يشتغل؟ واذا هو شريف شلون راح في وسط هاي المجموعه الفاسده شلون راح يعيش؟ شلون راح يتم تنفيذ متطلبات الحياه ومتطلبات الشعب وخدمات الشعب وكل هذا؟ فاحنا ما عندنا راي مع الاعتذار، احنا عندنا راي متذبذب، احنا صار لنا عندنا ترك احنا نسعى يعني دائما نفكر بعمليه التغيير، وهذا عمليه التغيير قد يكون في غير صالحنا يعني سابقا داعشي مو داعشي شفافه الحكومه. لانه الحكام اللي جونا سابقا في قبل صدام حسين كانوا يعني كانوا العراقيين يعني هادئين يعني متوحدين، ماكو تمايز، ماكو مخاصصه، ماكو طائفيه. صدام حسين من جاء 35 سنه حكم العراق، العراقي كان شبعان، العراقي كان مرتاح، ما عنده شغلات اللي تاثر على سياده الوطن. هو اللي رفع الرأس العراقي، رفع الجيش العراقي اللي كان بالمنطقة. شوف الدول العربية خاصة دول الخليج كافت فيما بينها وسوت لها حلف إنه في حالة وجود أي اعتداء راح يقوم واحد من الدولة إنه تتدخل في شؤون دولة الخليج حتى تخلصها من المشاكل، مثل درع الجزيرة شلون دخل إلى البحرين وحافظ على سيادة البحرين وعلى حفاظ على الوضع بالنسبة لدول الخليج. زين هذا كله نتيجة إنه عندنا عدو كبير هو عدو إيران، وبعدين عندنا أمريكا ترى ما راح تخلي المنطقة في حالة هدوء، هي المنطقة هي ملتهبة، فاستخدمت العراقيين من أجل إشعال المنطقة حتى تتخلص. هدفها الرئيسي هو التخلص من المسلمين وتفرقة المسلمين. هسه نشوف المسلمين بكل العالم العربي أو العالم الإسلامي أو حتى في الصين أو حتى في أمريكان كلهم منبوذين قتل ذبح، لهذا قاموا بعملية إثارة الفتنة الطائفية في العراق وأدت إلى قتل السنة وأدت إلى قتل الشيعة وتدمير الشعب العراقي. فإحنا ما نفكر شيء بعيد، إحنا شنو اللي مطلوب من عندنا من أجل استقلال العراق؟ ليش أنا آخر الشخصيات اللي تشتغل بدول الخليج من مهندسين وكبار المسؤولين اللي قاموا بعملية البناء وعملية البرج في
دبي او عندنا مثلا عراقيين من اصحاب الخبره والكفاءه وهم دي يشتغلون بالدول الاجنبيه مثل عمر الراوي. عمر الراوي هو خبير مهندس في البرلمان النمساوي ويقوم بعمليه قام بعمليه بناء النمسا وتطويرها وجعلها من احسن بقاع العالم. فاحنا ليش ما نستحوذ، ليش ما نجيب هذول الخبرات؟ ليش نجيب هذه الكفاءات اللي الى العراق؟ ليش احنا معتمدين على الكفاءات المسحوقه اللي جتنا في العراق بعد 2003؟ ليش احنا ما نفكر في بناء الوطن وتقديم الخدمات؟ ليش احنا نروح للصين؟ الصين هي دوله كافره تقتل المسلمين الايغور وحتى المسلمين وما تتقبل المسلمين. ليش احنا حكومتنا والدول العربيه والتجار العرب يروحون الى الصين؟ ليش احنا ما ننفع بلدنا؟ ليش ما ننفع مسؤولينا؟ ليش ما ننفع العراقيين اللي يشتغلون خارج الوطن العربي صار لهم 20 سنه و30 سنه من احسن الكفاءات؟ ليش نختار هذه الشخصيات؟ احنا ليش نجيب فايق الشيخ هذا اللي كان بالحكومه او برهم صالح هذا يخاف على مصالحه ومصالح الكتل اللي موجوده؟ ليش احنا ما نخاف على بلدنا؟ ليش من ايد نعيد التكاتف العربي مع الدول العربيه؟ ليش احنا منفصلين؟ ليش احنا مكروهين؟ ليش احنا تصرفاتنا لازم يجب انه نفكر قبل ما نقدم؟ واحنا اقدمنا على ازاله صدام حسين، مع العلم هسه عرفنا انه الغلطه هي غلطتنا، لان صدام حسين كان شعار للامه العربيه، وشعار بقوه العرب ولحكام العرب. طيب كل الحكام العرب هم يعني اعتبرهم ضعفاء لانه ماكو احد يقودهم، فاحنا لازم نقود الامه العربيه. وتحياتي لك. شكرا لك ام عبد الله. اعود الى رسائل الواتساب. عندي رساله تقول اريد افتهم شنو السياسيين ما يفتهمون لو شنو يقولوا لهم ما اريد واحد مشارك بالعمليه السياسيه وكل يوم مرشحين واحد منهم لرئاسه الوزراء، ترى هاي مهزله. رساله من ابو صدام من امريكا. رساله اخرى طبعا على ذكر ام عبد الله قالت فائق الشيخ علي. فائق الشيخ علي طلع بلقاء تلفزيوني صرح تصريح مضحك، قالت له المتظاهرين المذيعه، قالت له المتظاهرين راضين ان يكون شخص مشارك بالعملية السياسية أن يكون رئيس وزراء أو أن يكون في الحكومة اللي هم رايدها. قال هاني ما شاركت بالعملية السياسية، العملية السياسية هي اللي شاركتني. ما أعرف شون صرح بهذا التصريح. رسالة أخرى يقول سلام إلى أحلى قناة، سلام على العراق، السلام على الثوار، السلام على شباب العراق، أخوكم من الجنوب. حياك الله أخوي. تحية وطنية خالصة إلى قناة الرافدين، صوت الحق، صوت الشعب العراقي البطل. أستاذ أفل، هاي العصابة اللي تحاول الالتفاف على مطالب الثوار الشعب مطلب واحد هو إسقاط النظام. أما عن الكتلة الأكبر فهم الشهداء والجرحى الثوار والعراق وشعب العراق العظيم، أكبر عددا من البرلمان الفاسد وعصابة الخضراء الإجرامية. المجد، كل المجد لشهداء ثورة تشرين المجيدة. أخوكم عبد الكريم قاسم الدليمي من نيويورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أنا المواطنة حنان من بغداد، أنا أحب قناتكم لأن تحجون بصراحة، وأنا هسه قاعدة أسمع الضرب على المتظاهرين أقول حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة. رسالة أخرى يقول أنا أقول ليش المرجعية ما تتبرع بكم بطانية فدش كم تشيس تمن تشيس طحين، بلكة تتحصل أجر وبلكة الله يغفر ذنوبها العظيمة تجاه الشعب العراقي. ما يصير كل المليارات من الدولارات تصرفها بإيران، شكوا بها إذا وقفت على مسافة واحدة من الفرس والعرب. منتظر من كربلاء. رسالة أخرى عندي، السلام عليكم، احنا نطالب بإطلاق سراح السجناء، كافي ظلم، أولادنا أبرياء ملينا. رسالة أخرى، أنا من الأردن، مشرف الدراوشة، اللهم احفظ العراق وبلاد المسلمين، صوتكم من أروع البرامج، متابعكم قناتكم الحرة. حياك الله أخي وكل شعبنا العربي في الأردن الشقيق. السلام عليكم أستاذ أفل، نتابع قناتكم الشجاعة الناصرة للحق وهذا واجبكم، وأنتم تعلمون أن الحرية تؤخذ ولا توهب، يدا واحدة كل العراقيين لأخذ حقهم المسلوب وحريتهم. أبو محمد من بابل. السلام عليكم، وضح للشعب المكتوب بالصورة رجاء. هو بعث لي صورة يقول هناك الكثير من العراقيين يتساءلون عن عدم خروج علي السيستاني على شاشات التلفزيون
أو بشكل علني في النجف الأشرف وهو مكان إقامته. هذه الصور تثبت بالدليل القاطع أن علي السيستاني ميت منذ عام 2004. تدل أخي وضحت اللي رايده. أخي أفل أطلب من حضرتكم قصيدة ميلو بينا مع صور شهداء الثورة. نوار من هولندا إن شاء الله وصل صوتك وتدلل. تحياتي إلى قناة الرافدين الوطنية الشعبية صوت الثورة. إحنا أهل الناصرية طلباتنا نوصلها من عبر قناتكم الموقرة ما تخلص غير شكل، وهم يدرون دمنا ما يضيع إن شاء الله. أريد أجري مكالمة من القناة. تدلل أخويا، دق على رقم البرنامج وتطلع إن شاء الله. السلام عليكم، شلونكم؟ أنا علي من الناصرية، أحيي قناتكم الكريمة. حياك الله أخويا العزيز. أخي العزيز، هاي الأحزاب ما هي إلا حزب إيراني واحد يسعى إلى تدمير العراق، ولاءهم إلى إيران والمرجعية التي لا تتكلم العربية لا تمت إلى العراق. محمد عارف، أني من نيوزلندا، حياك الله. وعندي اقتراح أنه نسمي شوارع مدن العراق بأسماء شهداء ثورة تشرين. تحية لقناة الرافدين، قناة العراقيين الداعمة لثورتهم المباركة، وتحية إجلال وإكرام لهذا الشباب الصامد الصابر الذي أدهش العالم بصبره وتحضره، والذي سيعيد للعراق سابق مجده، وإنها لثورة حتى النصر. أني أخوكم حميد العقيدي من رومانيا، حياك الله. سؤال إلى من يحكم العراق، لماذا لم يضع شخص بعيد عن أحزابهم للعلم وجود أشخاص أكفاء ووطنيين؟ رسالة أخرى يقول: دماء شهداء ثورة تشرين أمانة في أعناقنا، ستلاحقنا إن لم نحقق ما دفعوا دماءهم ثمنا لآمالهم، وهو تحرير العراق. دكتور ماهر الحمداني. رسالة أخرى يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله قناتكم الطيبة المباركة، جزاكم الله كل خير على ما قدمتموه. أريد أن أقدم رسالة أو نصيحة إلى المتظاهرين، أقول لهم: تريدون الاعتصام اعتصموا بحبل الله، تريدون الإضراب أضربوا عن المحرمات، تريدون المسيرات سيروا إلى بريون الله إلى بر الله. وشكرا لكم وبارك بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أعتذر من باقي الأخوة اللي كتبوا رسائل وما قدرت أقراها. عندي شخص يقول: ابني طفل ينادي أريد وطن ويردد كلنا العراق. هذا حال لسان كل الشعب العراقي اليوم، كل الشعب العراقي يقول أريد وطن. إذا الشعب العراقي اليوم لما نتظاهر وطلع بثورة، ما طلع بثورة حتى يحصل منصب من نور المالكي أو من حزب أو من كتلة أو حتى يحصل رئاسة جمهورية بالعراق، بس طلع حتى يقول أنا أريد وطني، أريد هويتي، أريد العراق. نلتقيكم على خير إن شاء الله ببرنامج صوتكم بحلقة جديدة يوم غد. إلى اللقاء.